السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي طلاب وطالبات الفرقة الثانية في الأسبوع الثالث من محاضرات النيورو أناتومي فور دينتال ستودنتس. الأسبوعين اللي فاتوا عرفنا دخلنا جوه السريبرال كورتكس وعرفنا البرودمان كلاسيفيكيشن وحددنا الفانكشن اوف ذا امبورتنت جيراي اللي موجودة على سطح السريبرال كورتكس، وعرفنا الليجنس اللي ممكن تحصل لو حصل إصابة في أي من هذه الجيراي. الأسبوع دوت هنبدأ ندخل جوه الـ depth of the cerebral hemisphere ونشوف يا ترى إيه اللي موجود جوه الـ black box اللي عندنا فوق ده. اتكلمنا إن في الـ cerebrum حاجة اسمها gray matter وحاجة تانية اسمها white matter. الـ gray matter لو أنتوا فاكرين لما وريتكم صورة الـ horizontal section والكورونال سيكشن اللي كانت في محاضرة الانترودكتوري، الجراي ماتر كانت موجودة في نقطتين أو في تو سايتس، حد فاكرهم؟ قلنا في السريبرال كورتكس، وإيه كمان؟ قلنا في جوه في البرين حاجة اسمها البيزل نيوكلياي. دول الاتنين كانوا بيمثلوا الجراي ماتر، ومكان تاني اسمه ثالاموس، والثالاموس دي يمكن كنا اتكلمنا عليها ان جنرال كده وقلنا ان هي ذا لارجست ريلاي ستيشن، كل السنسيشنز بتاعتنا لازم توصل للثالاموس. دول هم الجراي ماتر. طيب هنبدا النهارده بكلامنا عن الوايت ماتر. الوايت ماتر معناها الاكسون. اتفقنا ان النيورون ليها سيل بادي وليها اكسون. السيل بادي ده اللي موجود فيه النيوكليوس، والسيل بادي ده هو اللي بيبقى الجراي ماتر، يعني مجموعات السيل باديز كلها هي اللي بتدي الجراي ماتر. لكن الوايت ماتر هي عباره عن الاكسونز والدندرايتس، يعني النيرف فايبر. طيب يا ترى الوايت ماتر اللي موجوده جوه البرين دي شكلها ايه؟ في من عند الوايت ماتر دي في ثلاث انواع منها. اول حاجه اسمها اسوسيشن فايبرز، وتاني حاجه اسمها كوميشرال فايبرز، وتالت حاجه اسمها بروجكشن فايبرز. دول الثلاث أنواع من النيرف فايبرز أو من الوايت ماتر اللي هتلاقيهم موجودين جوه السريبرال هيمسفير. أول حاجة زي ما قلنا اسمها إيه؟ أسوسيشن فايبرز، اللي اللون بتاعها موجود في البرين ده على شكل لون أخضر. طيب الفانكشن بتاعت الأسوسيشن فايبرز دي بتكون شكلها إيه؟ إنها بتعمل كونكشن بتوين ديفرنت أريز إن ذا سيم سريبرال هيمسفير، يعني بتعمل كونكشن بتوين ذا جيراي بس ايه in the same cerebral hemisphere، يعني مثلا في الرايت سريبرال هيمسفير بتربط ما بين البري سنترال جايرس والبوست سنترال جايرس او الفرونتال لوب والاوكسيبيتال لوب، يبقى عامله كونكشن بحيث ان كل الجايراي اللي موجوده في نفس السريبرال هيمسفير تبقى كلها in connection مع بعضها، ويبقى السيم سريبرال هيمسفير الديفرنت جايراي بتاعته ار اوير اوف ايتش فانكشن، كل واحد منهم عارف الجايرس الثاني ادى اوردر ايه او عمل ريسيف لسنسيشن شكلها ايه. طيب ده بالنسبه للاسوسيشن. طب بالنسبه للكوميشرال فايبرز دي بقى مهمه جدا جدا جدا. اولا هي بتعمل كونكشن بتوين ذا سيميلر ارياز ان ذا اوبوزيت سريبرال هيمسفيرز، يعني ما بين الرايت سريبرال والليفت سريبرال هيمسفير هتلاقي مثلا السيم ارياز، يعني مثلا فرونتال لوب كونكتد مع الفرونتال لوب الثاني، الاوكسيبيتال لوب هيبقى كونكتد مع الاوكسيبيتال لوب الثاني، البارايتال لوب مع البارايتال لوب، التمبرال لوب مع التمبرال لوب. طب دي فايدتها ايه؟ لو انت افتكرت كلامي عن حاجه اسمها كوربس كالوزم وقلنا ده اللارجست كوميشرال فايبر هنتكلم عنه ان ديتيلز بعد تو سلايدز، قلنا ان ده عباره عن وايت ماتر بتربط ما بين الرايت والليفت سريبرال هيمسفير، وقلت لكم ان الفانكشن بتاعتها بتكون ايه؟ انها تعمل اسوسيشن او تعمل الفانكشن بتاعت الرايت سريبرال هيمسفير بيتنقل منها كوبي للليفت سريبرال هيمسفير والعكس صحيح، فيبقى يور رايت سريبرال هيمسفير از اوير اوف يور ليفت سريبرال هيمسفير اوردرز اند فايس فيرسا، وبالتالي يور رايت سايد اوف ذا بودي از اوير اوف يور ليفت سايد اوف ذا بودي، يبقى حركتك اللي موجوده في الرايت ارم الليفت ارم تبقى عندها فكره الرايت ارم بتروح فين وهكذا. ولو حصل ليجن فيها اتكلمنا عن كونديشن اسمها ايه؟ برين ديسوسيشن. برين ديسوسيشن معناها ان في ليجن في الكوربس كالوزم.
طيب ده بالنسبة للكوميشنال فايبرز، وهنا اللون الأحمر هو اللي بيرمز لها. طبعا هو اللي قدامي ده عبارة عن سريبرال هيمسفير واحد، فكأن السهم الأحمر ده معدي من السريبرال هيمسفير الرايت للليفت. طب البروجكشن فايبرز دي مهمة جدا جدا جدا، وهي دي الاتصال اللي ما بين السريبرال فوق مع السباينال كورد تحت. شايفين اللون الأصفر ده؟ اللون الأصفر ده بيقول لي إن في كونكشن ما بين السريبرال كورتكس مثلا فور اكزامبل في البريسنترال جايروس مع السباينال كورد عشان يروح للأنتيريور هورن سيلز اللي موجودة في السباينال كورد. ايه الانتيريور هورن سيلز دي؟ هنعرف بعدين لما هناخد سكشن في السباينال كورد ان في حاجه اسمها انتيريور روت وفي حاجه اسمها بوستيريور روت. الانتيريور روت بيكون بيستقبل الموتور فانكشن وبتكون فيه الموتور نيوكلياي، والبوستيريور روت بيستقبل السنسيشنز. ففي كونكشن ما بين السريبرال كورتكس والسباينال كورد. ليه؟ عشان يحصل الاوردر يمشي من السريبرال كورتكس لحد ما يوصل للسباينال كورد، ومن السباينال كورد ده هيطلع منه ايه؟ هيطلع منه الاوردر اللي هيروح يغذي المسل مثلا اللي في الابر ليمب عشان تتحرك وتعمل الاكشن بتاعها. الفايبرز دي بنسميها بروجكشن فايبرز، ودي اللي بتعمل التراكتولوجي اللي موجود عندي في السنترال نيرفس سيستم كله. كلمه تراكتولوجي دي معناها ايه؟ ان في تراكت، ان في مسار، المسار ده بيمشي مجموعة فايبرز مع بعض بتشترك في same function. كل الفايبرز دي بتمشي في نفس المسار من أول مثلا السريبرال كورتكس من الموتور area 4 لحد ما توصل للأنتيريور هورن سيلز. المسار ده بيسموه ايه؟ descending tract. كلمة descending دي معناها النازل، والdescending tracts دي بتكون موتور، يعني بتاخد الموتور فانكشن او بتاخد الموتور اوردرز من السريبرال كورتكس وتحديدا من البري موتور والبرايمري موتور اريا وتوديهم للسباينال كورد علشان يحرك العضلات. لكن في مسار تاني بنسميه اسندنج تراكتس، وسمعتكم كلكم دلوقتي بتقولوا ان دي هي اكيد هتكون السنسوري تراكتس. كلمة sensory tracts يعني بتاخد السنسيشنز اللي موجودة على سطح الجلد من أي منطقة في الجسم أو اللي موجودة من جوه الأورجنز وبتنقلها في الاتجاه العكسي. في الاتجاه العكسي اللي فين بقى؟ أولا هي بتروح لحاجة اسمها posterior horn cells اللي موجودة في posterior root of the spinal cord. الكلام ده هنتكلم عنه بالتفصيل بعد كده. وبعدين تنقلها في الاتجاه العكسي لحد ما توصل لمكان هنا بيستقبل كل السنسيشنز، سمناه قبل كده إيه؟ thalamus. وبعدين من الثالاموس تبدا توزع السنسيشنز للاماكن المختلفه. لو مثلا كانت السنسيشن دي جنرال سنسيشن فهتوديها للبارايتال لوب، لان البارايتال لوب في اريا اسمها بوست سنترال جايروس، ودي اللي بتستقبل او تعمل لوكاليزيشن للسنسيشنز الجنرال زي البين والتاتش والتمبريتشر مثلا. لكن لو كانت السنسيشن دي مثلا فيجن فهتاخدها توديها للاوكسيبيتال لوب، لان الاوكسيبيتال لوب هو اللي فيه الفيجوال اريا او الفيجوال سنتر. لو لقيت ان السنسيشن دي اوديتوري يبقى هتوديها للتمبرال لوب، التمبرال لوب هو المسؤول عن الاوديتوري سنسيشن، وهكذا. يبقى في اسندنج وفي ديسندنج تراكتس، والاثنين بيطلق عليهم اسم ايه؟ بروجكشن فايبرز. يبقى دي انواع الفايبرز اللي موجوده او انواع الوايت ماتر اللي موجوده في البرين. مش هنلاقي وايت ماتر تاني او نيرف اكسونز تاني موجوده جوه السريبرم، يا اما اسوسيشن يا اما كوميشرال يا اما بروجكشن. خلينا نبدا بالكوميشرال. الكوميشرال دي اهم فايبرز موجوده في البرين، هي الكوميشرال والبروجكشن. الكوميشرال زي ما اتفقنا عشان تربط ما بين الرايت والليفت سريبرال هيمسفير، فيبقى في كونكشن ما بين يور رايت اند يور ليفت سايد اوف ذا بودي. طب هم كتير قوي، في منهم مثلا الانتيريور كوميشر، في منهم البوستيريور كوميشر، في منهم كوميشر جميل قوي هنا موجود اسمه الفورنكس، وده بيشترك في حاجه اسمها الليمبك سيستم. هنعرف بعدين ايه هو الليمبك سيستم ده، او يمكن انا كنت قلت لكم عليه اللي هو ليه فانكشن في الميموري والبيهافير والايموشنز والسكشوال فانكشن. ففي منهم كوميشرال فايبر موجود هنا في الرسمه اللي قدامي دي فوق الثالاموس بالظبط، دي طبعا هنا اسمها الثالاموس موجوده على الميديال سايد اوف ذا سيريبرال هيمسفير، فوقيها على طول بيكون موجود الفورنكس. تمام. طيب خلينا نشوف الاول اكبر كوميشر موجود في السيريبرال هيمسفير.
اكبر قمشر اسمه الكوربس كالوزم، شايفينه قد ايه؟ الكمشر ده تقريبا فيه حوالي 300 مليون من النيرف اكسونز ما بين الرايت والليفت سيريبرال هيمسفير. اناتوميكالي بيتكون من 4 بارتس. اول بارت اللي هو عامل شكل المنقار ده بنسميه روسترم، ومن هنا جت التسميه بتاعت روسترم دي. كلمه روسترم معناها منقار، وهو فعلا شكله ايه؟ شكله المنقار كده. ده بيكون اول بارت منه انتيريور، يعني ده الانتيريور سايد. مهم قوي ان احنا نحدد انتيريور من البوستيريور، وده البوستيريور. فالجزء المدبب ده بيكون انتيريور وبنسميه روسترم. بعد كده الجزء اللي فوقه على طول ده بنسميه الجينو اوف ذا كوربس كالوزم، والجزء الاكبر منه اللي هو ما بين الجينو وما بين البوستيريور بارت اوف ذا كوربس كالوزم ده كله بنسميه البادي اوف ذا كوربس كالوزم، واخر جزء اللي ورا ده بنسميه سبلينيوم اوف ذا كوربس كالوزم. يبقى انا عندي ذا موست انتيريور بارت روسترم اند جينو، ذا موست بوستيريور بارت اسمه سبلينيوم، وما بينهم البادي. طيب يا ترى الاجزاء دي بتربط ما بين الرايت والليفت سيريبرال هيمسفير ازاي؟ شوف كده الصوره اللي قدامي تحت دي، ده شكل السيريبرال هيمسفير بتاعنا وعاملين فيه سكشن من فوق، يعني ماشيين فيه بهوريزونتال سكشن كده من فوق. فشلت القشره او السيريبرال كورتكس اللي موجود على البرين من فوق، فبان لي الاستراكشر اللي سميناه الكوربس كالوزم. تمام، الاستراكشر اللي هو الكوربس كالوزم ده اهو، ده الفايبر او ده بيسموه الجسم الجاسئ، بالعربي بنسميه الجسم الجاسئ، ده اللي بيكون في النص، ودي الفايبرز اللي بتربط ما بين الرايت اند ليفت سيريبرال هيمسفير في اماكن مختلفه. يعني هنا مثلا ده في الفرونتال لوب، ده كده بيربط ما بين الرايت والليفت سيريبرال هيمسفير في البارايتال لوب، وهنا الرايت والليفت سيريبرال هيمسفير عند الاوكسيبيتال لوب. تمام كده، يبقى انا عندي اللي هو الكوربس كالوزم ده ليه ديفرنت بارتس بتوين ذا تو فرونتال لوبس رايت اند ليفت. الجزء من الفايبرز اللي بيربط ما بين الرايت والليفت ده بنسميه فورسبس ماينور، ودي تسميه مهمه قوي لاني لازم اعرف فين قدام وفين ورا. This is anterior and this is posterior. هقول لكم ازاي تعرفوا anterior من posterior في الصوره دي. فالفايبرز that joins the two frontal poles او two frontal loops بنسميها forceps minor. والفايبرز اللي بتعمل joining ما بين التو occipital poles من ورا اللي هي خارجه من السبلينيوم، لان السبلينيوم هو الجزء البوستيريور اللي موجود في الكوربس كالوزم اللي هو الجزء ده، دي بنسميها الفورسبس ميجور. تمام، طيب بقيه الفايبرز اللي بتربط بقى ما بين البارايتال لوب والتمبورال لوبس دي بنسميها تيبتم اوف ذا كوربس كالوزم. تيبتم مش موجوده هنا في البرزنتيشن، بس يعني حبيت اقولها لكم عشان تعرفوا الاسم لو شفتوه في مكان اخر، تيبتم اوف ذا كوربس كالوزم. طيب يبقى فورسبس ماينور موجود انتيريور، فورسبس ميجور موجود بوستيريور. طيب الفورسبس ماينور ازاي اعرف ان دي الفايبرز اللي موجوده ناحيه الفرونتال لوب، وازاي اعرف ان دي الفايبرز اللي موجوده ناحيه الاوكسيبيتال لوب؟ ببساطه بتقيس المسافه اللي ما بين الاند وات ايفر اند بقى، مثلا هنقول ذيس از اند 1، نقيس المسافه اللي ما بين اند 1 دي والانتيريور بارت او الجزء اللي قدام من السيريبرال هيمسفير، ونقيس المسافه اللي ما بين الاند 2 مع الموست بوستيريور بارت او الموست بوستيريور اند اوف ذا سيريبرال هيمسفير. المسافه القصيره او الاقصر بنقول عليها هي اللي ناحيه الروسترم والجينو. ففي الصوره الثانيه اللي هي على الرايت سايد دي، الفورسبس ماينور ده اللي لونه اخضر، لو قست المسافه هنا ما بين، خلينا نستخدم لون ثاني عشان يبان، لو قست المسافه ما بين الاند هنا وما بين الاند اللي موجوده قدام دي في السيريبرم، وقست المسافه اللي ما بين البوستيريور او المسافه اللي هي ما بين الاند دي وما بين البوستيريور اند اللي موجوده في السيريبرال هيمسفير، فهتلاقي ان المسافه اللي موجوده ناحيه انتيريور او ناحيه الفرونتال لوب اقصر من المسافه اللي موجوده ناحيه البوستيريور او ناحيه الاوكسيبيتال لوب، عشان لما تجيلك الصوره ما بتبقاش يعني انت ما بتبقاش اوير اوف which end this is anterior this is posterior this is frontal loop this is occipital loop. فاسهل طريقه ان انت تعمل الطريقه اللي انا قلت لك عليها دي. طيب عايز اقول لك بقى على حاجه مهمه قوي، ان البلاد سبلاي بتاع الكوربس كالوزم كله بيجي من ارتري واحد، الارتري ده بيمشي فوق في الكالوزال سالكس،
فاكرين الكالوزال سالكس اللي اتكلمنا عنه فوق الكوربس كالوزا؟ الكالوزال سالكس ده اللي هو ده، في ارتري اهو باين قدامي ماشي في الكالوزال سالكس. الارتري ده اهو شايفينه جاي من قدام اهو، الارتري ده برانش من ارتري تاني اسمه انترنال كاروتيد ارتري. هذا الارتري اسمه انتيريور سيريبرال ارتري. الانتيريور سيريبرال ارتري مسؤول عن تغذيه الميديال سايد اوف ذا برين، يعني كمان بيغذي الكوربس كالوزم بس لحد منطقه السبلينيوم. منطقه السبلينيوم دي بتاخد بلاد سبلاي من ارتري تاني جاي من بوستيريور واسمه البوستيريور سيريبرال ارتري، بيجي من ورا من هنا اسمه بوستيريور سيريبرال ارتري او بي سي اي، لكن ده الانتيريور سيريبرال ارتري او الاي سي اي. مهم ان احنا نعرف البلاد سبلاي اوف ذا كوربس كالوزم عشان الليجنز اللي بتنتج عن الامبولاي او الاسكيميا اللي بتحصل في الارتريز اللي بتغذي السيريبرم. Just name anterior cerebral artery, posterior cerebral artery. لكن في artery تالت بيغذي lateral cerebral hemisphere هنتكلم عنه اسمه ال MCA أو ال middle cerebral artery، وده مش بيغذي أبدا الكوربس كالوزم. طيب احنا اتكلمنا على الكوميشرال فايبرز وعرفنا ان هي مهمة وقلنا ان في منها انواع كتير ولكن اهمهم اسمه الكوربس كالوزم. خلونا نتكلم على البروجكشن فايبرز المهمة جدا واللي بتمثل التراكتس اللي احنا اتكلمنا عنها ما بين السريبرم وما بين السباينال كورد. فزي ما اتكلمنا وقلنا ان في حاجة اسمها descending tracts ودي بتكون الموتور tracts، وفي حاجة اسمها ascending tracts او sensory tracts. فالاسندنج تراكتس نقول عليها بروجكشن فايبرز تو ذا كورتكس. تو ذا كورتكس يعني الى الكورتكس، يبقى دي نسميها اسندنج. طب يا ترى انواع الاسندنج اللي رايحه للكورتكس دي ممكن تيجي منين؟ بتيجي من تحت زي ما اتفقنا من السباينال كورد وبعدين تروح للثالامس، يعني كل التراكتس اللي احنا اتكلمنا عليها اللي هي الاسندنج او السنسوري تراكتس هتيجي من السباينال كورد وتطلع تطلع تطلع لحد ما توصل للثالامس. طب لما توصل للثالامس هتروح فين بعد كده؟ اتفقنا ان الثالامس هي السنسوري ستيشن او اللارجست سنسوري اند ريلي ستيشن، فالاسندنج اللي طالعه لها من تحت من السباينال كورد بتتوزع في الثالامس على حسب النيوكلياي اللي موجوده في الثالامس. يعني ايه الكلام ده؟ يعني في نيوكلياي هناخد بس ايه يعني نعرف اسمها دلوقتي وبعدين نعرف الديتيلد فانكشن بتاعتها بعدين. في نيوكلياس في الثالامس مهمه قوي 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 اسمها البي ال في ان تي، واديناها الاختصار ده لان اسمها طويل قوي، اسمها بوسترولاترال فنترال نيوكلياس اوف ذا ثالامس. فانت اعرفها دلوقتي بس كده بالاسم ده وبعدين هنعرف النيوكلياس دي موجوده فين في الثالامس. بوسترو يعني موجودة posterior، lateral يعني موجودة في lateral part of the thalamus، ventral يعني موجودة في ventral lateral part of the thalamus، nucleus of the thalamus. طب النيوكليس دي مهمة في ايه؟ بتستقبل كل sensations زي البين والتاتش والتمبريتشر من الاسباينال كورد وبعدين توديها للاريا اللي موجودة في البوست سنترال جايروس اللي موجود في السريبرال كورتكس في البارايتال لوب. يعني بتستقبل الجنرال sensations تمام؟ من طبعا من الاوبوزيت سايد اوف ذا بودي. طيب وبتروح بعد كده للبوست سنترال جايروس، يعني دي هتطلع بعد كده بروجكشن للبوست سنترال جايروس اللي موجود في البارايتال لوب. هنا السنترال سالكس اهو هي راحت للبوست سنترال جايروس. فدي بنسميها ايه؟ سنسوري راديشن. كلمه راديشن دي معناها انها شكل ايه؟ اشعه الشمس، الريز بتاعت الشمس. ليه سموها راديشن؟ لان هي وهي طالعه ناحيه السريبرال كورتكس بتاخد شكل الاشعه. شايفين الاسهم دي عامله ازاي؟ شكل الشعاع كده، فبيسموها راديشنز. يبقى كلمه راديشنز دي معناها الفايبرز او الوايت ماتر بروجكشن فايبرز فروم ذا بوسترولاترال فنترال نيوكليوس اوف ذا ثالامس تو ذا سريبرال كورتكس ان ذا اريا 312. دي اسمها ايه؟ سنسوري راديشن. وعرفنا دلوقتي انها بتستقبل الجنرال سنسيشن من الاوبوزيت سايد اوف ذا بودي. الكورس الكامل موجود في الصوره دي بس احنا هنأجله شويه لحد لما ناخد الاسندنج والديسندنج تراكتس في السكند بارت اوف اور كورس علشان ما نضيعش فيه وقتنا. يعني انت لو حبيت بس تاخد جنرال ايديا كده عن الصوره دي، الباسينيال كورباسل دي عباره عن ريسبتورز موجوده في السكن، وهنا برضو الجزء ده بيمثل البوستيريور روت او الدورزال روت من السباينال كورد،
وده الدورزال هورن، ده الدورزال روت وده الدورزال هورن، هيدخل السنسيشن في السنسوري باثوي بتاعه للدورزال روت، وبعدين يطلع من تحت لفوق بعد ما بيخلص السباينال كورد، بيدخل في حاجة اسمها الميدلا، وفي الميدلا بيحصل له ديكاسيشن، يعني بيروح للأوبوزيت سايد، وبعدين بيطلع في الميد في البونز الأول، وبعدين بيطلع في الميد برين، الجزء ده طبعا سميناه البرين ستيم، وبعدين بيطلع من الميد برين يروح للثلمس، يروح فين في الثلمس؟ للبوستر ولاترال فنترال نيوكليوس اوف ذا ثلمس، وبعدين يروح للجزء اللي هو في البوست سنترال جايرس في البارايتال لوب، والأشعة دي سميناها السنسوري راديشن. الكلام ده هيعاد تاني شرحه ان شاء الله في السكشن بتاع السباينال كورد. طيب عرفنا السنسوري راديشن، خلينا نشوف حاجه تانية مهمه جدا اسمها الفيجوال راديشن. الفيجوال راديشن نفس الفكره، بس بتنقل السنسيشن بتاعه الفيجن فقط، لان هتلاقي في حاجه تانية تحتها على طول اسمها اوديتوري راديشن، دي بتنقل السنسيشن بتاعه الهيرنج فقط. طيب اتفقنا ان السنسيشنز لازم هتروح للثلمس، طيب فين بقى في الثلمس؟ هل هتروح لنفس النيوكليوس المسؤول على الجنرال سنسيشن؟ لا طبعا، الفيجوال سنسيشن بتتنقل في باثوي مختلف اسمه الفيجوال باثوي. امبلس اللي بتتنقل من الفيجوال سنسيشن بتروح في الاخر لمكان في الثلمس اسمه لاترال جينيكيوليت بودي. اللاترال جينيكيوليت بودي ده هو عباره عن نيوكليوس برضو موجوده في البوستيريور اند اوف ذا ثلمس، بيسموها البولفينر. يعني لو رسمنا رسمه كده للثلمس هنا كده اهي، هتلاقي البوستيريور اند هنا اوف ذا ثلمس دي فيها اتنين نيوكلياي كده، واحد اسمه ميديال جينيكيوليت بودي والتاني اسمه لاترال جينيكيوليت بودي. اللاترال جينيكيوليت بودي ده مسؤول عن استقبال السنسيشنز المسؤوله عن الفيجن. طيب بعد ما تيجي من الاي وبعدين تتنقل لللاترال جينيكيوليت بودي اللي هي الفيجوال سنسيشن، هتروح لحد فين؟ هتروح للأوكسيبيتال لوب في السريبرال كورتكس، في الأوكسيبيتال لوب من ورا، تمام؟ طيب الفايبرز بقى اللي بتنقل السنسيشنز دي من اللاترال جينيكيوليت بودي للأوكسيبيتال لوب بنسميها فيجوال راديشن. يبقى كلمة راديشن احنا متفقين عليها، اللي هي مجموعة الفايبرز اللي بتحمل السنسيشن او بتحمل الفانكشن المختلفه. لو كانت جنرال سنسيشن نسميها سنسوري راديشن، لو كانت فيجوال سنسيشن نسميها فيجوال راديشن، لو كانت اوديتوري سنسيشن نسميها اوديتوري راديشن، تمام؟ فانتوا شايفين هنا في الصوره مثلا دي هنا الثلمس اهي، وبعدين الفيجوال سنسيشن جت لها من الاوبتيك نيرف وعملت حاجه اسمها الاوبتيك ديكاسيشن، اوبتيك كيازما، ماشي؟ وبعدين اتنقلت اهي شايفينها، هتروح للبوستيريور اند اوف ذا ثلمس. فين في البوستيريور اند؟ قلنا هتروح لمكان اسمه اللاترال جينيكيوليت بودي، ومن اللاترال جينيكيوليت بودي تبدا تطلع الراديشنز اللي احنا شايفينها دي اللي هي الفيجوال راديشن، واللي بتروح لحد الاوكسيبيتال لوب، تروح لحد الاوكسيبيتال كورتكس اهو عند الكالكاراين سالكس، وبتستقبل الاريا 17 الفيجوال سنسيشن. طيب بنفس الطريقه هيبقى الاوديتوري راديشن، بس بدل ما طبعا الفيستيبيولو كوكيلار نيرف هو المسؤول عن السمع او الهيرنج سنسيشن اللي هو رقم 8، فبيتنقل السنسيشن من الايرز وبعدين تروح للثلمس. طب هتروح فين في الثلمس؟ هنا بقى هتروح للميديال جينيكيوليت بودي. طيب يبقى السنسيشنز اللي هي الاوديتوري سنسيشن هتروح للميديال جينيكيوليت بودي. يوديها فين الميديال جينيكيوليت بودي؟ سمعت الناس اهو بتقول انها هتروح لجزء تاني من السريبرال كورتكس في الخلف في التمبرال لوب، واسمه ايه؟ الاوديتوري كورتكس. الاوديتوري كورتكس موجود فين؟ في الميدل اوف ذا سوبيريور تمبرال جايروس، وهنا بيحصل لوكاليزيشن للهيرنج ستيمولس. بعد كده بقيت السوبيرور تمبورال جايروس كله مسؤول عن الايدنتيفيكيشن والكومبريهنشن اوف ذيس اوديتوري ستيميليشن. بنسمي الفايبرز دي ايه او الراديشنز دي ايه؟ بنسميها اوديتوري راديشن، تمام كده؟ تمام.
يبقى انا عندي فيه اهم ثلاث بروجكشن فايبرز او اهم اسندنج فايبرز، ودي هنتكلم عنها كتير في قصه السباينال كورد بعدين لما تاخدوا السكند بارت اوف يور كورس اللي هنتكلم فيه عن السباينال كورد. هتعرف ان فيه تراكتس كتير طالعه من السباينال كورد او ماشيه في السباينال كورد، وفي تراكتس ديسندنج في السباينال كورد. فعشان تميز احنا اتكلمنا دلوقتي على الاسندنج باث وايز فقط، لكن في دلوقتي حاجه تانية اسمها descending tracts او projection fibers من الكورتكس لتحت. لتحت فين بقى؟ على حسب نهايه البروجكشن فايبرز دي. لو بدات من الكورتكس وانتهت في حاجه اسمها الانتيريور هورن سيلز، الانتيريور هورن سيلز اوف ذا سباينال كورد، دي بنسميها pyramidal tract. كلهم على فكره descending busways او descending motor tracts، كلهم descending motor fibers اللي هم الاربعه اللي قدامكم دول. لو كانت طالعه من الموتور اريا 4 والبري موتور اريا 6 برضو to some extent، لكن mainly من الموتور اريا 4 اللي هي زي ما اتفقنا ان الجسم فيها بيكون represented upside down زي ما انتم شايفين كده في السريبرال كورتكس، ونخلي بالنا ان الاريا اللي هي بتاعت اللور limb including الفيتس بتكون represented on the medial side of the cerebral hemisphere في الابر 1 سنتيمتر. تمام؟ فالموتور اوردرز اتفقنا بتطلع من هنا من الجزء ده اللي هو الموتور اريا 4 اللي هي بتاعت برودمان. بتنزل بقى الفايبرز ليها باثوي طويل شويه وهندرسه برده بالتفصيل بعدين ان شاء الله في الجزء الثاني. اول ما بتنزل بتنزل في جزء في البرين، الجزء اللي في البرين ده بيكون شكله شكل الفي شيبد اريا كده، كله وايت ماتر على فكره. الفي شيبد اريا دي مهمه جدا جدا واسمها انترنال كبسول. internal capsule هنتكلم عنها بالتفصيل بعدين. internal capsule كمان تو سلايدز كده، دي عباره عن وايت ماتر موجوده جوه البرين. فهتنزل الفايبرز من السريبرال كورتكس للانترنال كبسول، وبعدين تنزل تاني، كل دي اسمها بيراميدال تراكت، هتنزل تاني في الليفلز بتاعه البرين ستام اللي هو الميد برين، وبعدين تنزل في البونز، وبعدين تنزل في الميدالا. طيب يبقى هي هنا ده في الليفل بتاع البرين ستيم. بعد ما بتسيب البرين ستيم وتحديدا لما بتوصل في مكان معين بتعمل حاجه اسمها ديكاستيشن. ديكاستيشن يعني ايه؟ يعني بتروح للاوبوزيت سايد، المكان ده في الميدلة بنسميه البيراميد. بنسميه ايه؟ البيراميد، عشان كده سميناها بيراميدال تراكت لانها بتعمل ديكاستيشن في مكان اسمه بيراميد في الميدلة، والمكان ده هو المسؤول عن تسمية هذه التراكت. وتنزل من الميدلة هتروح على السباينال كورد. طيب لما بتروح للسباينال كورد هتنزل فين بعد كده؟ تنزل للانتيريور هورن سيلز على حسب الليفل اللي الاوردر ده بيروح له. يعني مثلا لو العضلة اللي الاوردر رايح لها هي البايسبس، فهتنزل في النيرف الموتور نيرف اللي هيوصل يحرك المسل اللي هي البايسبس. تمام؟ تمام. النيرف ده اسمه الماسكلوكوتينيوس نيرف، فهيوصل من الانتيريور هورن سيلز للبايسبس عن طريق الماسكلوكوتينيوس نيرف وهكذا. لو مثلا العضله اللي عايزه تتحرك هي الترايسبس في الباك، يبقى هيوصل لها عن طريق النيرف اللي ورا عن طريق الراديال نيرف. لو في الفرونت بتاع الفور ارم هيختلف النيرف على حسب الميديان نيرف او الالنر نيرف وهكذا. دي بنسميها ايه؟ بيراميدال تراكت. طيب لو بقى الفانكشن او الموتور اوردرز طالعه من اريا تانية مش من البري موتور اريا، مش من البرايمري موتور اريا، لو مثلا كانت طالعه مينلي من البري موتور اريا او من جزء تاني من جوه البرين، بعدين نتكلم عن الاجزاء اللي بتصدر منها الاوردرز لتحريك الاكسترا بيراميدال باثويز. فمينلي هنقول انها طالعه من البري موتور اريا 6، ماشي؟ مينلي هنقول طالعه من البري موتور 6، لكن هنا طالعه من البرايمري موتور اريا اللي هي اريا 4. طيب التراكتس اللي بتنزل من البري موتور اريا 6 وبتعدي في نفس الباثوي برضو، هتعدي تروح للانترنال كبسول وتعدي للبرين ستيم وبعدين تنزل في السباينال كورد للانتيرو هورن سيلز، لكن خلي بالنا بقى ان التراكت دي ليها فانكشن ثانيه وهي ايه؟ coordination of different groups of muscles. فاكرين لما قلت لكم ان البري موتور اريا مسؤوله عن هذا الكوردينيشن؟ عشان كده بنسمي الاكسترا بيراميدال تراكتس the tracts that control coarse coordinated movements of the body especially those of hips
and shoulders، يعني هي بتتحكم في العضلات الكتير اللي بتخلي الجسم ياخد أوضاع مختلفة، يعني مش بتتحكم في الفاين سكيلد فولانتري موفمنت زي البيراميدال تراكت، لا بتتحكم في الكورس coordinated movements that requires large group of muscles. دي بنسميها extra pyramidal. ومننساش انها ايه برضو من الموتور او اللي هي descending tracts. طيب في tracts تانية قصيرة شوية بتيجي من cerebral cortex لكن بتوصل لحد الليفل اللي اسمه ايه البونس، اللي هو البونس ده اللي هو في البرين ستم، ما بتكملش بعد البونس فنسميها ايه corticopontine fibers. لو وصلت لحد الثلمس ووقفت نسميها كورتيكو ثلامك فايبرز، يعني من السريبرال كورتكس وتوصل للثلمس وتقف ما بتكملش بعد كده في السباينال كورد ولا حتى في البرين ستم، بنسميها ايه كورتيكو ثلامك فايبرز. وده برضو علشان ان الثلمس تبقى aware of the motor impulse of the cerebral cortex. حد هيجي يقول لي طب ما الثلمس احنا قلنا انها largest sensory relay station، يعني بس بتستقبل السنسيشنز بتاعت الجسم. اقول لك لا، البرين الوظائف بتاعته معقده كثيرا ومتداخله، فالثلمس عشان تتحكم في السنسيشنز اللي بتستقبلها من الجسم ومن الفيجن ومن الهيرنج لازم تكون اوير اوف ذا موتور امبلس اللي بتصدر من البرين. عشان كده في فايبرز بتطلع من السريبرال كورتكس وتوصل للثلمس بتقوم تدي الثلمس فكره عن الموتور اوردرز اللي صدرت من السريبرال كورتكس، فبالتالي العضله اللي بتتحرك، العضله في الجسم اللي بتتحرك وفوقيها السنسيشن اللي بيتنقل بيكون ان هارموني مع بعض. اتمنى ان تكون الفكره وصلتكم. فكرة معقدة شوية ولكن ده حديثا لقوه في النيرف فايبرز او لقوه في الفانكشن بتاعت الثلمس انها لازم يوصل لها اوردرز او لازم يوصل لها نيرف فايبرز من الكورتكس تديها فكرة عن الموتور اوردرز. طيب اتكلمنا ان في حاجة اسمها انترنال كبسول، ما تنسوش لما قلنا ان البيراميدال تراكت والاكسترا بيراميدال تراكت بتتنقل من فوق من السريبرال كورتكس وبتعدي في حاجة اسمها انترنال كبسول. طب اللي قدامي ده اسمه horizontal section of the brain، وده انا عايزاكم تفتكروا الاسم كويس قوي علشان بيجيكوا في امتحان العملي نفس المنظر ده، وهنوصفه بالتفصيل في المحاضرة الجاية الhorizontal section of the brain. بس انا عايزة اختم المحاضرة دي اني بقول ان في الhorizontal section of the brain بيبان لي حاجة اسمها الانترنال كابسول. هي فين الانترنال كابسول؟ اللي هي الـ V-shaped area اللي انا برسمها باللون الاسود دي. دي عبارة عن وايت ماتر. وايت ماتر من اي نوع بقى يا دكتور؟ يعني هل هي commissural association projection؟ اقول لك ان هي projection fibers، واكبر projection fibers موجودة في البرين اسمها الانترنال كابسول، وهنتكلم عنها بالتفصيل في المحاضرة الجاية ان شاء الله. بس كفاية انك تبقى very interested انك تعرف ان الجزء ده لو أصاب في الجسم بيصاب الجزء أو اللفت، مثلا لو اللفت internal كابسول أصيبت يبقى عندك الرايت half of the body هيفقد الموتور والسنسوري فانكشن، فهيحصل للشخص ده contralateral hemiplegia وهيمي وهنتكلم بالتفصيل عن القصة دي بتحصل ليه في المحاضرة الجاية إن شاء الله. اتمنى ان انتوا تكونوا فهمتم المحاضره اللي فاتت، اتكلمنا على الكوربس كالوزم بالتفصيل، اتكلمنا على البروجكشن فايبرز بالتفصيل سواء كانت اسندنج او ديسندنج، ناخد بالنا منها كويس قوي لان الكلام ده كله بيكون موضع امتحانات في التو هافز اوف ذا كورس، يعني في السريبرم وكمان في السباينال كورد. ثانك يو فور فيري ماتش فور يور لسننج، وان شاء الله اقابلكم في المحاضره الجايه. سلام عليكم.